حياكم الله مشاهدينا الكرام اهلا بكم في نشره اخباريه مفصله نبداها بالعناوين الجيش يحرر يحرر جبل بوانا في الجوف ويحرز تقدما في مديريه جبل حبشي غرب تعز لجنة الحكومية لتفقد الأضرار النجمة عن السيول في حضرموت ومطالب شعبية للسلطات المحلية لوضع معالجات دائمة لمواجهة آثار السيول الصليب الأحمر يسحب 71 من موظفيه من اليمن بسبب تهديدات الميليشيات الحوثية من عناوين النشرة إلى تفاصيلها أهلا بكم أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا جديدا في محافظة الجوف وأحررت جبل بوانا المطل على وادي خب وقال مصدر عسكري أن قوات الجيش الوطني بقيادة محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي استعادت الجبل المطل على وادي خب بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الحوثية الانقلابية وأشار المصدر إلى أن تقدم أكثر او تقدم اكثر من كيلومتر في وادي خب وتصدى الجيش الوطني لهجوم عنيف شنته ميليشيا الحوثي على مواقع منطقه مزويه بمديريه المتون غرب المحافظه وسقط على اثرها عدد من العناصر او من عناصر الميليشيات الانقلابيه بين قتيل وجريح هذا وياتي ذلك بعد ساعات على اعلان المنطقه العسكريه السادسه مديريه المتون منطقه معاديه وذلك بعد ان حولتها ميليشيا الحوثي الى ثكنه عسكريه وطالبت قياده المنطقه في بيان سكان المديريه باخلاء المنطقه اعتبارا من امس الاربعاء الموافق للسادس من يونيو الماضي أكد قائد جبهة سرواح سقوط عشرين قتيلا وجريحا حوثيا بين هجوم أو في هجوم فاشل على مواقع قوات الشرعية وفي تصريح ليمن شباب أكد قائد جبهة سرواح العميد عبد الإله علي أن وحدات من الجيش الوطني نصبت كمينا محكما للميليشيا أسفر عن مقتل عشرين حوثيا وإصابة آخرين وأوضح العميد عبد الإله علي أن قوات الشرعية صدت هجوما آخر للحوثيين على أحد مواقع الحيس شرق صرواح وأيضا أفاد قائد جبهة صرواح أن الجيش الوطني استعاد عددا من الأسلحة والذخائر كانت بيد الميليشيا المهاجمة موضحا أن الهجوم استمر لساعات تكبدت فيها الميليشيا خسائر كبيرة فرضت قوات الجيش الوطني سيطرتها على مناطق جديدة في غرب تعز وذلك عقب معارك ضارية نشبت مع ميليشيا الحوثي الإيرانية في جبهة العنينيم بمديرية جبل حبشي هذا وقال المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري أن الجيش استعاد منطقة الجبيرية وصفراء والمشبك وعدد من المواقع في منطقة شرف العنين والتي تطل على الطريق الاسفلتي الرابط بين محافظتي تعز والحديدة في منطقة الرمادة وعلى الصعيد ذاته أحرز الجيش تقدما في جبهة الشق بمنطقة صبر وتمكن من السيطرة على تلك الصالحين أو تلة الصالحين وذلك بعد معارك عنيفة خاضها الجيش مع الميليشيا في جنوب المحافظة هذا وشهدت جبهة الضباب غرب مدينة تعز مواجهات عنيفة فجر الجمعة بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي الانقلابية في مناطق الخط الأمامي للجبهة كشف المستشار الرئاسي ياسين مكاوي عن تحركات تجريها بعض الدول لتعطيل الحسم العسكري في الساحل الغربي وقال مكاوي في تصريح انه وكلما اقتربت قوات الشرعيه والتحالف العربي من حسم الامور خصوصا بعد الوصول الى تخوم مدينه الحديده والسيطره على الساحل الغربي تبرز مساعي لوقف هذا النجاح الذي يتحقق على الارض لصالح الشرعيه والتحالف واكد المستشار الرئاسي ياسين ان الميليشيا تستفيد من تلك الاصوات الخارجيه التي تتذرع بحجج انسانيه لتعطيل عمليه الحسم وترتكب المزيد من الجرائم وتفرض اشتراطات ارهابيه وهذه طبيعته طوال فتره السنوات الاربعه الماضيه واشار مكاوي الى ان الحسم العسكري هو الطريق الوحيد للسلام في ظل تعنت ميليشيا الحوثي الانقلابيه ورفضها القاء السلاح وتسليم مؤسسات الدوله لافتا الانتباه الى ان اشتراطات الميليشيا التي طالبت فيها بوقف دعم التحالف للشرعيه ووقف اطلاق النار وصرف مرتبات لعناصر تهدف الى افشال جهود السلام وصناعه الحجج لتاخير عمليه الحسم العسكري التي بدات بوادره في الساحل الغربي لليمن يستثمر الجنود المرابطون في الجبهات شهر رمضان بمزيد من العبادات والتقرب الى الله، فالى جانب تقدمهم في الصفوف الاولى في وجه الميليشيا باعتباره واجب وطني وديني فانهم يحرصون على تلاوه القران والاستزاده منه في مواقف الثبات والصبر والرباط الى التفاصيل في هذا التقرير. كما انه ليس للكرامه والحريه جدران فإنه ليس لطريق النضال نهاية إلا بتحقيق الهدف الذي قام النضال من أجله وجنود الجيش الوطني منذ اللحظة الأولى لإلتحاقهم بكتائبه وألويته عقدوا لواء النضال من أجل تحرير الوطن من قبضة الميليشيا الحوثية الإمامية لذلك تجدهم في نهم وعلى بعد أميال من قلب العاصمة صنعاء يرابطون في متارسهم في شهر الجهاد والقرآن أتى رمضان هذا العام وأياديهم على الزناد وعيونهم ترقب النصر القادم من بعيد ليحرروا بلادهم من ميليشيا الحوثي الاماميه ويصلوا الى اهاليهم الذين حرموا منهم طيله فتره الشتات هربا من بطش تنكيل العصابه الاماميه. الحمد لله رب العالمين الجبهات مصدر قوه ورجوله وعزه في رمضان. وغير رمضان لكن رمضان عاد اجورها كبيره. ونحن شردنا من بلادنا فلازم نثبت ولازم نقاتل ولازم سمعتوا مع أه ننقذ اخواننا في عاصمه صنعاء شيء لا بد منه يقضي المقاتلون اوقاتهم في شهر رمضان بالتعبد والتهجد والقراءه والذكر في مدارسهم المتقدمه وفي صفوفهم الاولى وهذا ما يميزهم عن غيرهم مما يقضون اوقاتهم في الاسواق والمقاهي والدواوين وشتان بين الفريقين اجواء رمضان قوه القوه عند الشباب والمعنويات عاليه وإن شاء الله من داخل صنعاء فلا ياما قريب العاجلة إن شاء الله ورمضان كريم ما بنحس لا بتعب ولا بشيء إلا يعني بنستهد أجر أجر فوق العجر يعني على أيام الفطر لشهر رمضان في جبهات الدفاع عن الجمهورية لذة لا يتذوقها إلا من اتخذ من المدرسة مسكنا له ومن بندقيته خلا وفيا ومن مصحفه زادا ونورا ومن هدفه تحرير وطنه من ميليشيات أفقدت الناس لذة الأشهر الحرم وطعنت في عقيدتهم ودينهم نفذ العشرات من ابناء تعز بساحه الحريه وقفه احتجاجيه مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من اعتداءات صهيونيه تستهدف ابنائه ومقدساته. واشاد ابناء تعز في جمعه اطلقوا عليها القدس جهاد ومقاومه، اشادوا بملامح الصمود والبطوله والجهاد والمقاومه التي يسطرها ابطال فلسطين سواء من خلال مسيره العوده او من خلال الكتائب العسكريه. على صعيد اخر جدد ثوار تعز دعمهم للحمله الامنيه وما تحققه من رغم الامكانيات الشحيحه وطالبوا باستمرار الحمله حتى تحقيق كامل اهدافها في تثبيت الامن وبسط نفوذ الدوله في مختلف مناطق المحافظه وملاحقه العصابات الاجراميه الخارجه عن القانون فشلت السلطة المحلية والأجهزة العسكرية والأمنية في تعز من إلقاء القبض على مجموعات القتل والإجرام التي تتخذ من بعض أوكار مدينة تعز في الجبهة الشرقية والقديمة أوكارا آمنة لها ورغم تنسيق الحملات الأمنية بين المحور وإدارة الأمن ومتابعة المحافظ إلا أنها تعرضت لعدة هجمات في المجلية والجمهوري مما يعني برأي متابعين أن الحملات الأمنية التي تصاق بأهداف سياسية للسلطة المحلية لن تنجح في تحقيق أهدافها في القبض على المطلوبين تعرضت قوة الحملة الأمنية بتعز لسلسلة هجمات من قبل مسلحين مجهولين من الخارجين عن النظام والقانون في المجليه شرق مدينه تعز، تعرض طقم تابع للقوات الخاصه المشاركه في الحمله الامنيه لهجوم بقنبله اسفر عن جرح اربعه من افراد الحمله الامنيه، وجوار مدرسه اروى بحي المجليه ذاته، تعرض قائد القطاع السادس اللواء 22 ميكا عبد الحكيم الشجاع لوابل كثيف من النيران اثناء مروره جوار مدرسه اروى في وقت متاخر الاربعاء. فجر الخميس تعرضت حراسات مستشفى الجمهوري لهجوم باسلحه ناريه من قبل مجموعات اجراميه اسفر عنه جرح احد افراد الشرطه العسكريه المناوبين بحمايه المستشفى وبهذين الهجومين تكون الحمله الامنيه التي انطلقت قبل ثلاثه ايام دون ان تتمكن من القاء القبض على اي من المطلوبين امنيا او المتهمين بارتكاب جرائم القتل والاختطاف والتقطع ورغم انتشارها في عدد من احياء المنطقه الشرقية والمدينة القديمة ورغم تكرار الحملات الأمنية إلا أن بعض الشوارع والمربعات في مدينة تعز خاصة الأحياء الشرقية وأحياء المدينة القديمة ظلت منطلقا آمنا جماعات الخارجة عن النظام والقانون ولا تستطيع قيادة المحور والسلطة المحلية الانتشار الأمني فيها ليبقى الانفلات الأمني وفوضى السلاح متصدرا المشهد اليومي في المدينة التي تعاني من حصار خانق من الحوثيين على بواباتها وحصار داخلي من قبل عصابات القتل والاجرام في احيائها المحرره كشفت القيادة المركزية في الجيش الأمريكي عن تفاصيل الضربات الجوية التي وجهتها الطائرات الأمريكية ضد معاقل تنظيم القاعدة في اليمن منذ مطلع العام الحالي وأوضح الرائد في القيادة المركزية الأمريكية جوس جاكويز أن الضربات منذ بداية العام الحالي 2018 تركزت في ثلاثة محافظات ممثلة في حضرموت والبيضاء وفي شبوة هذا وقدمت القيادة المركزية المعلومات إلى مجلة لونج وور جونال التابعة لمركز الدفاع عن الديمقراطية الديمقراطية وأشارت المجلة إلى أن الضربات الأمريكية ضد معاقل تنظيم القاعدة في اليمن خلال العام المنصرم تركزت في محافظتي البيضاء ومأرب وبينت معلومات القيادة المركزية أن الطائرات الأمريكية نفذت ثماني غارات جوية في محافظة حضرموت البيضاء بيضاء ومثلها أيضا في حضرموت وغارتان في شبوه مع تكرار آثار السيول والأمطار على مدن الساحل بحضرموت موت تبرز دعوات شعبية للسلطات المحلية بتحمل مسؤولياتها ومعالجة الوضع في مسألة التصريف وإصلاح ممرات السيول تفاديا لكوارث مع موسم الأمطار إلى التفاصيل في هذا التقرير لم تكن مياه الأمطار التي تسبب بها إعصار ميكونو قد جفت بعد الا وتفاجا سكان مدن ساحل حضرموت بهطول امطار غزيره اغرقت الشوارع وخلفت اضرارا في الممتلكات العامه والخاصه فيما لا تزال السلطات المحليه بمحافظه حضرموت عاجزه عن احتواء اثار الكوارث الطبيعيه من هذا النوع حيث تظل مياه الامطار راكده لفترات زمنيه طويله دون ايجاد اليه فعاله للتصريف وهو ما يضطر السلطات إلى طلب يد العون من بعض المقاولين لفتح الشوارع المغلقة، ويتساءل المواطنون أن إلى متى سوف يستمر هذا الإهمال الحكومي فيما يخص مشكلة تراكم مياه السيول في حضرموت، مطالبين قيادة السلطة المحلية بالعمل على وضع حلول جادة لتلافي أية أضرار قد تحدث جراء هطول الأمطار مستقبلا معتز النقيب لقناة يمن شباب المكلا هذا وشكلت الحكومة لجنة من بين أعضائها للنزول إلى محافظة حضرموت والوقوف على الأضرار الناجمة عن السيول التي اجتاحت عددا من مناطق المحافظة واتخاذ الحلول والمعالجات اللازمة لأبناء حضرموت وحصر الأضرار وتعويض المتضررين وأوضح ذلك رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دار خلال اتصال هاتفي أجراه بمحافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني وأشاد رئيس الوزراء بالجهود الكبيرة التي بذلتها قيادة السلطة المحلية لمواجهه التداعيات الانسانيه التي الحقتها السيول والتي غمرت عددا من المناطق في حضر موت ومساعده العالقين وتقديم العون الانساني العاجل للمتضررين والنازحين وقال بندغر ان الحكومه ستتابع باهتمام بالغ تداعيات هذه الكارثه الطبيعيه ومساعده المتضررين وتقديم العون اللازم والتعويض المناسب لهم اغلقت الميليشيات الحوثيه الانقلابيه وكالات الحج والعمره بالعاصمه صنعاء وقامت بملاحقه وتعقب ملاكها وذكرت ايضا مصادر مطلعه ان الميليشيات اغلقت عددا من وكالات للحج والعمره بصنعاء وعرقلت اجراءات تسجيل المواطنين في موسم الحج والمعتمرين للعام الجاري وتاتي هذه الاجراءات في ظل تسهيلات تقدمها السعوديه بالتنسيق مع وزاره الاوقاف اليمنيه لتسهيل وترتيب وتفويج الحجاج والمعتمرين اليمنيين لموسم للموسم العام الجاري وانسجاما مع الظروف التي تمر بها اليمن قالت اللجنة الدولية للصليب الاحمر انها سحبت 71 من موظفيها الاجانب في اليمن ونقلتهم الى جيبوتي بسبب الحوادث الامنيه والتهديدات، ودعت اللجنة جميع اطراف الصراع في اليمن الى تقديم ضمانات امنيه لتتمكن من مواصلة برنامج المساعدة في مجال تقديم الرعاية الطبية والمياه والغذاء. هذا وقالت ماري كلير غالي المتحدثة باسم اللجنة من الصليب الاحمر انه لا يزال لديه نحو 450 موظف بينهم عشرات الاجانب في اليمن، ياتي هذا بعد يوم واحد على اعلان المنظمه توقيف نشاطها في اليمن على خلفيه تلقيها تهديدات مجهوله، واشارت اللجنه في بيان الى تعرض انشطتها الحاليه للعرقله والتهديد والاستهداف بشكل مباشر في الاسابيع الاخيره، مضيفه ان هناك محاوله قويه لاستغلال المنظمه كبيدق في الصراع. الى هنا نصل الى الختام وهذا تذكير بابرز العناوين. الجيش يحرر جبل بوانا في الجوف ويحرز تقدما في مديريه جبل حبشي غرب تعز. لجنه حكوميه لتفقد الاضرار الناجمه عن السيول في حضرموت ومطالب شعبيه للسلطات المحليه بوضع معالجات دائمه لمواجهه اثار السيول. والصليب الاحمر يسحب 71 من موظفيه من اليمن بسبب تهديدات الميليشيات الحوثيه. نهايه النشره قدمناها لكم من راديو وقناه يمن شباب في امان الله.